السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواني الكرام اهلا ومرحبا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنه مقعدا ان شاء الله. النهارده رب العالمين هنتكلم عن درس ايه جديد من سلسله دروس انترودكشن تو فاز سيتس اند فاز لوجيك. درسنا النهارده هنتكلم فيهم عن تو اوبريشن مهمين جدا، اللي هم حاجه اسمها البروجكشن والسلندريكال اكستنشن، اللي هم الاسقاط والسحب الايه الاسطواني. التو ريليشن دول او التو اوبريشنز دول هيفيدونا ان شاء الله رب العالمين في موضوع، لما ندخل في موضوع اسمه الايه اسمه الكومبوزيشن. النهارده هنعرف الاوبريشن دي ازاي ايه ازاي نعملها ايه مع بعض ان شاء الله. اول حاجه هنعرفها مع بعض اللي هو الايه ها اللي هو البروجكشن. البروجكشن اللي هو الايه اللي هو الاسقاط. الاسقاط ده بيخليني اعمل ايه؟ بيخليني لو انا عندي الريليشن الرتبه بتاعتها ترنري وعملت عليها اسقاط بتتخفض بتبقى ايه ها باينري، ولو انا عندي ها ريليشن باينري وعملت عليها اسقاط بتكون ايه بتحولها لي لايه لفازي ست، والفازي ست لو عملت عليها اسقاط بتحولها لي لايه بتحولها لي لكريسب ايه ست، بتحولها لي لكريسب ست. فالبروجكشن اللي هو الايه اللي انا بخفض الرتبه، بخفض الايه بخفض الرتبه، بس بعمل اسقاط بحيث اللي هو يخفض لي الايه الرتبه. الاسقاط ده بيكون لام على الايه على الاكس لام على الواي. الاسقاط ده بيقول ها لا اما بيكون على الاكس لا اما بيكون على، فلو جيت قلت لك اسقط لي الريليشن اللي اسمها ار على الواي، معناها ان انا ببدا اعمل ايه بقى، بجيب الماكسيمم بتاع ايه بقى الازواج المرتبه اللي هي الاكس والواي على الايه بقى على الايه بقى على الواي، بجيب الماكسيمم بتاع الممبرشيب بتاع الازواج المرتبه على الواي. طب لو جيت قلت لك بروجكت ار اون اكس، بجيب بقى الايه الماكسيمم بتاع ايه ها الازواج المرتبه اللي هي الاكس والواي على ايه بقى على النوتيشن ده بتاع الايه لو هي كانت كونتينوس فاليو. نفس القصه يعني مع الايه مع الديسكريت فاليو، اللي انا بجيب برضو الماكسيمم على الايه ها بجيب الماكسيمم اون لاما اكس لاما ايه لاما. ما تيجي ناخد مثال يوضح الفكره. لو احنا عندنا ريليشن اسمها ار، وجيت بقول لك ايه الار دي عباره عن كام 3 في 4 فيها ايه بقى فيها الممبرشيب ديجري الازواج المرتبه كالتالي 8 من 10 وهنا 1 وهنا 1 من 10 وهنا 7 من 10 وهنا 0 وهنا 8 من 10 وهنا 0 وهنا 0 وهنا 9 من 10 وهنا 1 وهنا كام بقى وهنا 7 من 10 وهنا 8 من 10. وجيت قلت لك من فضلك هات لي بقى ايه ها بروجكت R on إيه بقى on X وبروجكت R on Y. طيب احنا قلنا البروجكت R on X اللي انا كأني بسقط ها الازواج المرتبة لإم على الإكس لإم على الإيه على الواي، ادي الواي وادي الإيه ها وادي الإكس. فبيقول لي بروجكت R on X، فببدأ اجيب إيه بقى ها القانون بيقول لي جيب لي الماكسيمم فاليو ها الماكسيمم فاليو بتاعت الازواج المرتبة على إيه على X. فالماكسيمم فاليو هنا إيه بقى في الإيه في X1 هنا 1. طب الماكسيمم فاليو ما بين هنا في اكس 2 هنا كام 8 من 10. طب الماكسيمم فاليو في اكس 3 كام بقى ها 1. فاقدر اقول له هنا ايه بروجكت ار اون اكس ده بيساوي ايه بقى بيساوي 1 على اكس 1 بلس 8 من 10 على اكس 2 بلس ايه بقى ها بلس 1 على ايه اكس 3. فهنا فعلا زي ما احنا شفنا كده اللي احنا اما عملنا اسقاط على الار بالنسبه لاكس عملت لي ايه كونت لي ايه ها كونت لي فازي ست، كاني خفضت الرتبه من ريليشن لايه لفازي ست. طب لو قلنا لك بقى هات المطلوب الثاني بروجكت ار اون واي، لو قلت له بروجكت ار اون واي تعالى بقى هنا هنسقط على الواي، فهنا اعلى رتبه هنا كام اعلى ممبر شيب ديجري هنا كام 9 من 10 هنا 1 هنا كام 7 من 10 هنا كام 8 من 10. فاقدر اقول له بقى دلوقتي البروجكت R on Y هو كالتالي 9 من 10 على Y1 بلس ايه بقى 1 على Y2 بلس ايه بقى بلس 7 من 10 على Y3 بلس 8 من 10 على Y ايه على Y4. بالفعل لما عملت اسقاط للريليشن R on Y طلعت لي فازي ايه 6. فالاسقاط هو ايه تاني او البروجكشن هو ايه تاني اللي انا بخفض الرتبه، لو انا عندي ريليشن ترنري ها بخفضها تبقى ايه باينري، ولو انا عندي ريليشن باينري بخفضها تبقى ايه تبقى فازي ست، ولو عندي ايه
فاز 6 بخفضها تبقى ايه؟ تبقى كريسب 6. طيب السلندريكال اكستنشن هو ايه بقى؟ السلندريكال اكستنشن خلاص زي ما قلنا في الاول، انا بعلي الايه؟ بعلي الرتبه، بعلي الرتبه اللي هي ايه؟ لو انا عندي كريسب 6 عكس البروجكشن، يعني كريسب 6 بعلي الرتبه بتوصل لايه؟ لفاز 6. طيب لو عندي فاز 6 بعلي الرتبه بتوصل لايه بقى؟ ها بتوصل ل باينري ريليشن. طب لو عندي باينري ريليشن بعلي الرتبه توصل لايه؟ ها ترنري ريليشن. طب لو انا جيت قلت لك انا عندي فاز 6 اسمها ايه اهو، وجيت قلت لك ايه بقى؟ هات لي بقى الايه ديت فاز 6 اهي، فيها وليكن اكس 1 فيها 1 وفيها اكس 2 فيها 8 من 10 واكس 3 بقى فيها كام بقى؟ ها فيها 1. كان بقول له ايه بقى؟ السلندريكال اكستنشن بتاع الفاز 6 ايه؟ كان هعمل ايه بقى؟ عمليه سحب اسطواني للايه بقى؟ ها عكس الثانيه بقى، خلاص هعمل سحب اسطواني للممبر شيب بتاع الاكس على الازواج المرتبه اللي اسمها ايه بقى؟ اكس وايه؟ واي. الازواج المرتبه اللي اسمها ايه؟ اكس وواي. فينتج عنها الايه؟ اللي انا هعلي الايه؟ هعلي الرتبه. ازاي؟ اهو هينتج هنا اكس 1 اكس 2 اكس 3، هنا واي 1 واي 2 واي 3 واي 4. احنا بنفترض اللي هو ايه؟ جبنا دول من المثال اللي فات اللي هم الواي دول يعني. فنبدا نقول له ايه بقى؟ ها هنعلي الرتبه ازاي؟ هاخد ده ايه؟ ادي اكس 1 هسقطها على الايه؟ هعمل لها سحب اسطواني على الايه؟ على الاكس والواي. فسحبتها على اكس 1 واي 1 اكس 1 واي 2 اكس 1 واي 3 اكس 1 واي 4. طيب نفس القصه اكس 2 هسحبها على كله اهو، 8 من 10 8 من 10 8 من 10، هنا 1 1 1 1. فهنا ايه؟ هي عكس عمليه الايه؟ البروجكشن. هنا بعمل عمليه ايه؟ بعمل عمليه سحب اسطواني، فبعلي الايه؟ بعلي الرتبه، مش بخفض الرتبه زي الايه؟ زي البروجكشن، مش بخفض الرتبه زي البروجكشن. انا هنا بعمل سلندريكال اكستنشن اللي انا بعمل سحب اسطواني فبعلي. في هنا تو نوتس مهمين جدا. التو نوتس دول بيقولوا لي ايه؟ بيقولوا لي ان انت يا سيدي لو عملت سلندريكال، عملت سلندريكال اكستنشن على فاز 6 اسمها اف، وجيت عملت يعني عليت الرتبه ايه؟ ها عليت الرتبه بتاعتها، وجيت عملت ايه؟ بروجكشن على السلندريكال اكستنشن اللي انت عملته ده، فيحصل ايه بقى؟ هيحصل ان انت ايه؟ عملت سحب اسطواني يعني عليت الرتبه وعملت تخفيض للرتبه، فانتج عنها تاني ايه؟ هي نفس الفاز 6 ايه؟ نفس الفاز 6 بتاعتنا. طيب لو عملنا العكس، عملنا لو عندنا فاز عندنا ريليشن اسمها ار، عملت عليها بروجكت على الار ده اون واي، يعني خفضت رتبه الايه؟ الار. هل لو عملت سحب اسطواني هيديني الار؟ قال لك لا. قال لك ايه؟ ها لا، ده ما بيساويش الايه؟ ما بيساويش الار يا سيدي. طيب ما انا ها طيب ما انا عليت هنا خفضت الرتبه وبعد كده عليتها تاني. قال لك ما هي العمليه هنا مش ابداليه. لو انت عملت سحب، لو عملت سحب وعملت بعد كده اسقاط، هينتج عنه الايه؟ الفاز 6 عادي. لكن لو انت عملت اسقاط ها وعملت سحب اسطواني، مش هينتج عنها ايه؟ ها الريليشن. طيب ما تيجي نفترض اللي انا عندي تو فاز 6. التو فاز 6 اللي هم ايه؟ ان هم البروجكت في المثال اللي فات اللي خدناه مع بعض، البروجكت ار اون اكس، وهسميها ايه بقى؟ ها ايه. وعندي فاز 6 تانيه اسمها بي، هسميها بروجكت ار اون واي. مش احنا عملنا بروجكشن في المثال اللي فات فاسقط مع الاكس، فايه؟ فاداني فاز 6، هسمي الفاز 6 ديت ايه. وعملنا اسقاط على الريليشن في المثال اللي فات، فايه؟ فعلى الواي، فاداني فاز 6، فاسميها ايه؟ ها بي. الايه كان فيها ايه؟ كان فيها 1 على اكس 1 بلس 8 من 10 على اكس 2 بلس كام بقى؟ ها 1 على اكس ايه؟ ها 3. وهنا البي كان فيها ايه بقى؟ فيها 9 من 10 على واي 1 بلس كام بقى؟ 1 على كام بقى؟ 7. 1 على واي ها 2، 7 من 10 على واي ايه؟ 3، 8 من 10 على واي ايه؟ 4. طيب ما تيجي نعمل بقى هنا سلندريكال اكستنشن للايه؟ تعالى نعمل سلندريكال اكستنشن للايه هنا عندنا. طيب هل اما اعمل سلندريكال اكستنشن للايه هيديني الار اللي احنا كنا عاملينها مع بعض؟ تعالى
تعالوا نشوف، تعالوا احنا يعني الاي دي بتسحب على الايه بالنسبة، هتسحب الاكس على الاكس والواي، فهنا يكون واحد 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 واحد، 8 من 10، 8 من 10، 8 من 10، 8 من 10، هنا واحد 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 واحد. فلا ده كان المثال اللي فات الار مش كده، فايه فهي لا تساوي الايه، لا تساوي الار. نفس القصة لو سحبنا هنا على الواي بالنسبة للبي برضو ايه لا تساوي ايه، هنا 9 من 10، 9 من 10، 9 من 10، وهنا واحد واحد واحد، وهنا 7 من 10، 7 من 10، 7 من 10، وهنا 8 من 10، 8 من 10، 8 من 10، برضو لا تساوي الايه البي. ليه؟ لان احنا عملنا هنا ايه بقى، ها عملنا بروجكشن اسقاط وبعد كده عملنا سحب، فقلنا العملية دي ايه، ها ليست ابدالية فلا تساوي البي. طب نفترض اللي انا عندي دلوقتي الاي نفسها اللي هي ديت، لو جيت عملت هنا، لو جيت عملت لها هنا سحب اسطواني، واديني عملت سحب اسطواني، طيب عاوز ايه، عاوز اعمل لها بروجكشن بقى، بروجكشن على الاكس تاني، فهتديني كام، ها هنا هتديني 1 و8 من 10، 1. فلو هنا دلوقتي العمليه دي هينتج عنها ايه بقى، هينتج عنها ان 1 على اكس 1، ها 8 من 10 على اكس 2، ها 1 على اكس ايه 3، هي نفس الايه، هي نفس الريليشن او نفس الفازي سيت ايه بتاعتي. يبقى هنا ايه، ها العمليه ديت ليست ابداليه، خلاص بقى ناخد بالنا واحنا ايه، واحنا طيب انا عندي هنا دلوقتي مثال، هنيجي نقول له انا عندي ريليشن اسمها ار، الريليشن اسمها ار فيها القيم اللي قدامي دي، الريليشن دي هيكون فيها 1 وهنا 8 من 10 وهنا 3 من 10 وهنا كام، 8 من 10، ها وهنا 1 وهنا 8 من 10 وهنا 3 من 10 وهنا 8 من 10 وهنا 1. لو نفتكر دي كنا بنسميها approximately equal relation كده، كنا بنسميها ايه approximately equal. هنقول اللي انا عندي فازي سيت اسمها ايه، هسميها اللي هي الاي ديت از ايه از ميديوم. فانا عندي فازي سيت كده اللي هي ميديوم، 1 على اكس 1، ها يبقى 1 على اكس ايه 8 من 10 على اكس 2 بلس 1 على ايه اكس ايه 3 او العكس، 3 من 10 سوري، 3 من 10 على 3 من 10 على اكس 1، ها 8 من 10 على او 1 على اكس 2 بلس ايه بقى بلس 8 من 10 على اكس 3. مطلوب ان انا انتج باينري ريليشن جديده، الباينري ريليشن ديت اسمها ايه بقى، اكس از ابروكسيميتلي ايكوال اند اكس از ميديوم. طيب يعني هو عاوز يقول لي ايه، جيب التقاطع ما بين ده وده، يعني جيب التقاطع ما بين الريليشن ديت والفاز سيت ديت. طب هل ده ينفع؟ لا طب فلازم اعمل ايه، لازم اعلي الايه بقى، اعلي رتبه الايه، اعلي رتبه الفازي سيت بتاعتي عشان تبقى ريليشن، عشان اعرف اجيب التقاطع. وبالتالي لازم اقول له بقى السلندريكال اكستنشن بتاع الايه هو ايه بقى، ها هو كالتالي، عباره هنا عن 3 من 10 3 من 10 3 من 10، ها كام بقى، 1 1 1 1 وهنا 8 من 10 8 من 10 8 من 10. طيب طب ليه ما قلناش نخفض ايه بقى، ليه ما قلناش نخفض الار، ما احنا قلنا العمليه مش ابداليه، بس هنا ايه، ها هنا العمليه ديت ايه بقى، لو خفضنا الرتبه هنا، لو خفضنا الرتبه هنا هيدينا نفس الايه، هيدينا نفس الايه الفاز سيت بتاعتنا، وبالتالي ايه العمليه، ايه العمليه واحده. طيب لو جينا هنا دلوقتي قلنا له بقى ايه، التقاطع ما بين الار والسلندريكال اكستنشن اوف ايه، هو بقى ناتج عن ايه بقى، ها هينتج هنا 3 في 3 وهنا 3 في 3، هبدا اجيب المينيمم ما بينهم لو انا بتبنى ايه لطفي زاده، فاقول له هنا 3 من 10 3 من 10 3 من 10، هنا 8 من 10 1 8 من 10، هنا 2 من 10 8 من 10 1. دي فكرة الايه بقى، التو اوبريشن اللي هم البروجكشن والسلندريكال اكستنشن. اتمنى يكون الدرس مفهوم. الى هنا انتهى الدرس بتاعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.